أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع آخر أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول العراقيون على منصات التواصل مقطعا يوضح قيام الشرطة الاتحادية بإطلاق النار على أهالي منطقة البلديات في حي الصحفيين، تحديدا في محلة 720، بعد اعتراضهم على سيطرة الميليشيات على قطعة أرض داخل الحي بهدف تقسيمها وبيعها بغير وجه حق. دعونا نتابع هذا المقطع. حراميه نشاها الدوله تباوع علينا، وذول الحراميه يبوقون لك وين الدوله؟ وين اللي يدورها الدوله؟ وذول الساقطين يبوقون بالجيعان، والدوله تباوع علينا. هاي الدوله هاي باوع عليها، ظلت باوع الدوله هاي باع ذول الحراميه، ظل يباع باع 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 زي كلها مسلحه، كلها مسلح حراميه. حراميه نشانة سردون بعد من العراق، سردون لا وين لا كهرباء لا مجاري. في نفس السياق توضح الصورة التالية الرتل الكبير الذي وجهته الشرطة الاتحادية في محاولة للسيطرة على غضب الأهالي على الميليشيات ومحاولة سرقة الأراضي في حي البلديات في العاصمة بغداد، فلنتابع. اليوم السبت المصادف 11/7/2020 الساعة 1 الظهر، قيادة الفرقة الأولى التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة البلديات الصحفيين تحديداً استعان بهم علي السوداني للاستيلاء على هذه الارض. زين واجههم الاهالي وصار تبادل اطلاق نار زين بين الاهالي وبين الفرقه الاولى التابعه للشرطه الاتحاديه ووزاره الداخليه. اعطاهم رشوه علي السوداني للفرقه قائد الفرقه وجابهم استعان بهم للاستيلاء على هذه الارض التابعه للدوله، وناشد الى وزير الداخليه الى رئيس الوزراء للتدخل فورا. يعني كان من المفترض أن تتدخل الشرطة مع الأهالي ضد هذه الميليشيات التي تحاول السيطرة على أراضي الدولة. هذا الانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات وبهذه الحالة بالتحديد علق آلاف العراقيين عليها. دعونا نتابع بعض من التعليقات على موقع فيسبوك. أحمد العطواني علق: هاي عمليات بغداد مع الاتحادية في البلديات تبيع الأراضي مع البلدية. أبو أحمد قحطان الربيعي علق: أين الدولة وهيبتها وفرض سياستها على الجميع؟ يتساءل. خلدون العبودي قال: يوميا مسوين هوسة وخالصين الدنيا على هاي القاع، كل من يقول إلي. حسن شوي علق: الكل مشتركة بسرقة الأراضي. العراق يعاني من نقص الأكسجين في المستشفيات. تخيل معي عزيزي المشاهد، الأكسجين وليس أجهزة التنفس في عام 2020. هذه الحالة المأساوية المستمرة منذ فترة طويلة، وخاصة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، رغم الوعود الحكومية بحل الأزمة وتحذيرات من تسجيل مزيد من الوفيات في حال لم تتوفر حلول جذرية. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يوضح مأساة نقص الأكسجين في مستشفيات الناصرية. هجر مقتل الفاسدين والمسؤولين، وخلية الأزمة عليكم أن تقررون، وبتصريح مباشر من المسبب الذي قتل لأبناء محافظة الدقار، وهذا صورة وصور. خاف يقول المحافظة مش يصرح لذات العراقية، يقول الأكسجين متوفر. شوفوا بعينك يا عراق. مشاهد مؤلمة. في المقطع التالي وفي الناصرية أيضا يقف ذو المصابين بفيروس كورونا بطوابير طويلة للحصول على اسطوانة أكسجين، في مشهد يبين حجم الكارثة التي تعيشها الناصرية بسبب الإهمال الحكومي، فلنتابع. you
أما تعليقات العراقيين على منصة فيسبوك فاخترنا لكم منها. منصور الجياشي علق: حرب بين الأحزاب وليس قلة أكسجين. أبو أمير محمد الديواني علق: شنو اللي وصلنا لهيش حالة يا صحة يا شعب، هاي واضحة. أبو علي: وينك مصطفى الكاظمي، تعال شوف الناصرية تذبح. عماد علق: هذه ضريبة أهل الناصرية نتيجة خروجهم للتظاهر بوجه أحزاب الصدفة كما سماها. نعم. خريجو المجموعة الطبية تظاهروا اليوم أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد احتجاجا على التسويف الحكومي وللمطالبة بتوفير الوظائف لهم. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات خريجي المجموعة الطبية في العاصمة بغداد ومن أمام مبنى وزارة الصحة. خرجوا احتجاجا على الواقع الصحي في العراق وكذلك المطالبة بحقهم المشروع بتوفير الوظائف. دعونا نتابع بعضا من التعليقات حول هذه التظاهرات التي خرجت اليوم للمجموعة الطبية في العاصمة بغداد. شذاء الحسناوي تقول: الله يحفظكم، بس لا تعوفون المكان لحد ما تأخذون حقكم والله يستر عليكم. شمس قمر علقت: والله عيب على هيج دولة ما يستحون، خلي يشوفون باقي الدول. فيحاء قالت: الله يحفظكم يا شباب وترجعون سالمين. علي قال: وحدنا ينتظر التعيين، وحدنا ينتظر التعيين بروحه، الله شاهد. نعم. قبل مدة وعد محافظ البصرة أسعد العيداني بإطلاق 30,000 وظيفة، لكنها تبخرت كما تبخرت الوعود الحكومية السابقة، يبدو حتى الوعود القادمة ربما. ومن الوعود التي تبخرت أيضا نذكر قبل أكثر من سنتين تقريبا عندما اندلعت التظاهرات في محافظة البصرة، وفي وقتها وعد رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي بصرف مليارات الدولارات للبصرة وتوفير آلاف الوظائف، لكن كلها ذهبت أدراج الرياح. اليوم تظاهر البصريون مطالبون بتنفيذ وعود المحافظ حول 30,000 وظيفة، متظاهرون تظاهروا أمام مجلس محافظة البصرة احتجاجا على الوعود الكاذبة وتأخر تسليم رواتبهم بعد وعود المحافظ بتسليمها. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات البصرة لهذا اليوم. أما من التعليقات حول هذا الموضوع تظاهرات البصرة فلنقرأ بعضا منها على موقع فيسبوك. علي يقول: الأموال كثيرة ولكن تذهب إلى جيوب الفاسدين. ش... ش...
شهد محمد قالت اي والله راتب ماكو، خلص الشهر وقبلها كان شهر ونص. طارق الدباء قال العراق بلد غني باللصوص. علي المغامس قال الله يكون بالعون، 7 شهور بدون رواتب المحافظ يقبلها على نفسه؟ يتساءل. والآن مع خدمة أنت ترى. عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام، وصلنا مقطع مصور من محافظة البصرة، حيث يتحدث فيه مواطن عراقي من أهالي البصرة حول أسباب قلة تجهيز الطاقة الكهربائية وانقطاعها المستمر وعزاها إلى خلافات سياسية ضحيتها المواطن العراقي، وبأن محطات تجهيز الكهرباء يمكنها تجهيز الطاقة لكن يتم الإطفاء وفقاً للتعليمات التي توجه إلى محطات توزيع الطاقة الكهربائية حسب ما يوضح الفيديو. دعونا نتابع. السلام عليكم أخوانا، أخوانا أهل القبلة. طبعاً هاي اللعبة مال الكهرباء لعبة سياسية. تقبل لا جت الناس طلعت حرقت تايرات، هاي شوف هاي تايرات لقيتها هنا 6 تايرات محترقة. يجون العالم تطلع مظاهرات يشغلونها. إذا الكهرباء كل شي ما بيها. ثقوب الله كل شيء ما بيها، وهاي لعبة سياسية ويردون يأججون الوضع ويردون يأذون العالم على حسابهم الخاص. ثقوب الله هسه حكينا وياهم قالوا عم احنا تجينا اوامر طفي شغل بيها شيء الفولتية لا ما بيها شيء الفولتية. ثقوب الله والله شاهد الكهرباء كل شيء ما بيها. إلى فقرة البريد الوارد حيث وصلتنا هذه الرسالة، دعونا نقرأها. نحن خريجو المجموعة الطبية والمهن الصحية دفعة 2019 نطالب بالإسراع بالمباشرة والتعيين بسبب تأخرنا جدا مقارنة بالأعوام الماضية، علما بأننا لدينا قانون تدرج طبي يكفل التعيين بفترة لا تقل عن 5 أشهر بعد التخرج، لكن لا نعرف سبب هذا التأخير. والآن إلى فقرة هاشتاج. مع استمرار تدهور الطاقة الكهربائية في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، أطلق ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم العراق بدون كهرباء، وذلك احتجاجا على الفساد الحكومي في ملف توفير الطاقة الكهربائية الذي سرعان ما تصدر الترند العراقي على موقع تويتر بسبب استمرار مأساة العراقيين في مع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات على موقع تويتر تحت هذا الهاشتاج. أسامة قال في ظل أزمة الكهرباء القديمة الجديدة في العراق، أين هي العقود التي أبرمت مع شركتي سيمز الألمانية وجنرال إلكتريك الأمريكية؟ أين وصلت نسب الإنجاز؟ لماذا لا يوجد أي ذكر لها ولا تتطرق الحكومة لذكرها أبدا؟ هل ما زالت قائمة أم انتهت العراق بدون كهرباء؟ محمد المالكي غرد قائلا كلش كبيرة بحق بلد ينتج كهرباء تكثوا زيادة عليه وهو ما عنده كهرباء، العراق بدون كهرباء. محمد أحمد غرد إيش وقت نعيش مرتاحين وما نفكر بانقطاع الكهرباء، العراق بدون كهرباء. محمد دلفي غرد الوطن يحتاج إلى صولة لتصحيح ما أفسده السياسيون، عجبت من هؤلاء يقولون السياسيين يخرجون على شاشات التلفاز ويتكلمون عن الفساد والفاسدين وكل الطبعة فاسدة لا أستثني أحدا منهم، العراق بدون كهرباء. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. في سوريا حيث المأساة المستمرة منذ 9 سنوات، قتل وتهجير وتجويع للشعب. في المقطع التالي رصدت إحدى الكاميرات صورة
لامرأة وهي تجمع حبات البطاطا المحترقة والملطخة بالدماء بعد تفجير حصل في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة. صورة تجسد واقع المأساة في سوريا، فلنتابع التقرير المصور الذي أعده موقع أنا العربي. طبعاً روسيا والصين ما اكتفت بدعم النظام مادياً وسياسياً وعسكرياً وكل وسائل الدعم، عندنا ملايين البشر النازحين المشردين قاعدوا بالخيمة عم يستنوا سلة الإغاثة. Actually the percentage of support by UN agency in general it's about 30%. So if all the cross-border connections in next time stop, this 30% will go to Damascus. نسأل الله أن يفرج عن سوريا والعراق واليمن وليبيا وفي كل مكان. ما زال مكان قبره مجهولا حتى اليوم، وأشهر الروايات حول اغتياله تحدثت عن رميه في قدر من الزيت المغلي. من هو المجاهد الجزائري العربي الملقب بالشيخ التبسي؟ دعونا نتعرف أكثر على قصة هذا الشيخ المجاهد الجزائري الذي تخرج من جامعة الأزهر في مصر مع تقرير لموقع إيجي بلاس عربي. رحم الله الشيخ المجاهد التبسي وجميع شهداء الجزائر. معروف أن الكيان الصهيوني حكومة وشعبا يمارس أعتى صور العنصرية تجاه أهل الأرض الفلسطينيين. المشاهد التالية تظهر عنصرية الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين، حيث يتم تربية أجيال كاملة على الكراهية ويعلمون أولادهم التصرف بشكل غير إنساني مع شعب فلسطين. قصة من قصص العنصرية في فلسطين نتابعها مع التقرير التالي. مين قتل الأخي البدوي؟ مين؟ تبغى تسمع الأخي البدوي؟ أوه هيو كاخي يغتلنا مون أخي البدوي. مين قتل الأخي البدوي؟ تقل تقل تنو تنو تسمع الأخي البدوي يا غيال؟ كيس كيس كيس
מי רוצה להאכיל בדואי? אתם רוצים להאכיל בדואי? לא. לא רוצים? קדם עשרי? אלף שקל? לא. קדש? עשרה. עשרה שקל? מוש חרם? לא, אגורה, אגורה. זה מוש אגורה היום, ואהי. וואלה אגורה. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.